كفر العابدين منورنا ومنور مصر ومنور السعوديه، وكنت منور مهرجان القاهره السينمائي الدولي، ودلوقتي مهرجان البحر الاحمر. اقول دلوقتي النجم ولا اقول المخرج ولا اقول ايه بالظبط؟ انا ممثل هذا قبل كل شيء، لكن طبعا سعيد جدا من تجربه الاخراج، لانه تجربه كنت نحلم بها من فتره طويله، والان انه الفيلم موجود كان في القاهره وردت فعل الجمهور كانت نقاد، وبعدين لجنه الاتحاد الدولي للنقاد يفوز الفيلم باحسن فيلم، فطبعا فخور جدا بهذا. كل شيء في مكانه، لكن استمتعت بتجربة الإخراج، وكان فما تجربة أخرى في المستقبل أكيد نحب نعيدها.